انتهت قبل قليل المباراه اللي جمعت فريق صقر اكادير مع فريق تيت دوكلا بانتصار ساحق لفريق صقر اكادير. معنا الان السي فيصل مدرب فريق الصقر. السي فيصل، شنو ممكن تقول لنا اليوم على هذه المباراه هذه اللي انتصرتوا فيها بحصه ثقيله، وكذلك يعني الطموح ديالكم في هذه المنافسه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكروا المنبر الرياضي على الالتفاته وعلى الاهتمام اللي عطيه للفوتسال، وكنحيوه من موقعنا كمدرب ديال الصقر اكادير. حنا بصراحه اليوم تفاجئنا بالمستوى ديال الفريق الخاص بتيت دوكلا تيزنيت اللي كان في مستوى مزيان، وربما المستوى اللي شفناه احسن من المستوى ديال العصاب، وحسن من ما كيستاهلش يكون في كاتريام سيري ولا حتى تروزيام سيري، يمكن فريق اللي يقدر يكون في دوزيام سيري او اللي ما لا في بريمي سيري. شويه ديال التجربه اللي كانت عند اللاعبين ديالنا باش استطعنا نديروا الفريق. وفريق تيت دوكلا تيزنيت حنا تنعرفوه وفريق عريق الحمد لله لعبنا معاه ديجا، وحنا دابا بالنسبه للمنافسات ديال كاس السوس حنا مأهلين النهايه، غادي نحاولوا الطموح ديالنا بيان سور حنايا في سوس الفريق الوحيد اللي كيلعب في القسم الوطني الاول، ما يمكن يكون الطموح ديالنا الا الفوز بكاس السوس. ولكن المشكل اللي كيكون في كاس السوس هو كي ساكوانسيد بارفوا مع المنافسات ديال البطوله او ديال كاس العرش اللي غتكون هذه السنه، وغادي نحاولوا ان شاء الله نديروا المجهود ديالنا، لان كما شفتوا اليوم كانوا عناصر جديده، عناصر صغيره في الفريق اللي حاولنا نعطيوهم تجربه في هذه المنافسات باش نقدروا نلعبوهم في البطوله في بريمير ديفيزيون، ونقدروا نديروا بهم ان شاء الله المستقبل ديال الفريق. تحدثتوا السي فيصل على المستوى ديال الفريق تيت دوكلا، ماذا بنا تعطينا المستوى ديال هذه اللعبه هذه في جهه سوس، يعني كيفاش كتشوفوا الفريق ومستوى ديال اللعبه؟ هو الحمد لله شنو نقول لك، سوس اليوم سوس من بين عصبات سوس من بين احسن العصاب في المغرب، الا ما كانتش كنظن الا ما كانتش الاولى غتكون الثانيه من ناحيه عدد الرخص اللاعبين، من ناحيه عدد الفرق كنظن ان سوس عصبات سوس هي الوحيده اللي فيها تروازيام وكاتريام سيري، العصاب الاخرى كنظن فيهم هي تروازيام سيري. اليوم هادشي كيفرح، خص كان المستوى التقني والتكتيكي ديال المدربين في سوس كان شويه ناقص، مع شويه ديال لي فورماسيون اللي كانوا لا لينا حنا ولا للدراري الاخرين في اكادير ولا في العيون ولا في مستوى الجنوب، ولا كيتطور الحمد لله على المستوى التقني والتكتيكي، وكنظن انه هذا الشيء كيفرح باش نزيدوا لقدام ان شاء الله نخدموا. المستوى ديال الفرق في الدوزيام ديفيزيون تنظن كاينين من سوس كاينين اربعه الفرق في القسم الوطني الثاني كلهم في مستوى مزيان الحمد لله، ونتمنى واحد السعيد لتيت دوكلا تيزنيت في التروزيام سيري لما لا تطلع الدوزيام سيري ان شاء الله. سي فيصل، كيفاش كتشوفوا المنتخب الوطني المغربي كرة القدم داخل القاعة بطبيعة الحال؟ في الحقيقة المنتخب الوطني المغربي كنتمناو له حظ سعيد بهذه المناسبة، كنظن أنه دخل خداو الطائرة النهار 8، وسي هشام بكيك عارف اش يدير، والحمد لله حنا كلنا امل ان شاء الله باش على الاقل بطاقه المرور لكاس العالم، ولما لا الفوز بهذاك الكاس الافريقي ان شاء الله. حنا كلنا ثقه في الدراري ديال ليكيب ناسيونال، كانوا توفرت ليه جميع الظروف ليكيب ناسيونال، والحمد لله كنظن انه احسن ما كاين عندنا راه مشى، ونتمنوا ليه التوفيق، نتمنوا للمنتخب التوفيق. وحنايا مالوريزمون كان عندنا من صقر اكادير واحد اللاعب اللي كان تخدا في الاول، ولكن في هاد الكونسونطراسيون الاخرى ما تخداش. نتمنوا للمنتخب حد سعيد، وانا كل ثقه انا شخصيا كنعرف هشام بكيك مزيان، وكنعرفوا انه واحد الانسان اللي عطى بزاف كره القدم داخل القاعه في المغرب، وكنظن انه غادي يدير شي انجاز اللي غيبقى تاريخي ان شاء الله. اذا بزاف كنشكرك السي فيصل، وكنتمنى لكم مسيره موفقه ان شاء الله.